ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بالله صدق الله مولانا العظيم نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أحبتنا ما لهم في الناس من شبه كأنه من جلا للفضل في عرج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم حن المشتاق إلى رؤياتكم سلفا وليوم لها عليه إن أن من حرج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أهلا بكم مرحبا بشرانا بوفدكم ما هل مؤذنون
للصبح ونباليجين صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. من لم يكن في الهوى بحبكم مذنبا فهو مصاب بدا إلهي والفلج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لنتم عيدي أبدا كلما أبصرتكم بصرت بدرا منا بحضوري لم يوجي صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. تلك الآثار فلا يدركها جامد إلا الهادي قد جاد بالروح والمهاجي صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كيف الوصال إلى ديار قد شرفت وظلت بين الورى في أرفاع الدرج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هيهات مضطرب بالشوق يناله حال على حرج من عيش السامج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. حال البعد به ولم يرى مسعفا يزيله علته من وصمات الأرج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لله أشكو حزني وشوقي ولواتي عساه يعفو ويدركني بالفرج صلى الله على محمد صلى الله على نبينا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. مددت يدي لما شاهدتك سندي ولولاك ما كنت ولا ما كانت يدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى على رسول الله. أنيت فيك حتى كنت مني بصري وكنت مني سمعي وروحي في جسدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى على رسول الله. نطقت بك معنا والناس في أزالي لبيت مطرفا بالواحد الأحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى على رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله يا نفس التي نمونا فاستبشري وسريع هذا الحبيب وهذا سيد الرسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله هذا الذي ملأت قلبي محبته هذا الذي صاهرات من أجله مقليلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت يا رحيم يا الله هذا الذي كنت أهواه وفزت يا طلحة فاصل يا فرحة تصل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عينا الإمام علي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله شق إكراما له قمر لما أشار له في محفل حفلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله هذا الذي جاء للأبحار مالحة فمشى فيها فصار الماء كالعسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا من جاء الغرباء يا سيد الرسل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي خذ بيدي يا صاحب والقبة لخا الهضرة يا وليد الصهرة أنت حبيب Oh,
سيدي وعلى طريق هدى كصار المركبها